العودة إلى الحياة البدائية هي كل ما يملكه العراقيون اليوم من حلول في ظل الفساد الحكومي والمآسي المتكررة التي تحيق بهم. هنا في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين تحولت العبارات وسيلة دائمة للنقل بين طرفي نهر دجلة بعد دمار الجسر الرئيسي الذي يربط جانبي القضاء الأيمن والأيسر خلال العمليات العسكرية عام 2017 وسقوط الجسر الحديدي الثانوي عام 2018 جراء الفيضانات، ولم تتحرك الحكومة منذ ذلك الوقت لإعادة إعمارهما. قبل كم يوم انقلبت هناك دوبة وأخرى تركية، وهذا الجسر السلاح موجود أمامكم تحجوا عليه، والمسؤولين ملتين يبوقون ويسهرون بالنوادي ويأكلون فلوس المواطنين وإحنا الواقعين به ولد الخايبات. هذا الإهمال الحكومي انعكس بشكل سلبي على حياة السكان اليومية ومعيشتهم، وخصوصا أن غالبيتهم من الفلاحين. موضوع الجسر له 10 طوافات، يمدونهن بيوم واحد يخلوا المواطنين تحبر ترتاح تخلص من هذا. موضوع الفلاح اللي يحبوا هسه يعملقوا حيلنا اللي هو ملايين ما له حال، ما يعبر من جسر من اي مكان، والدوب ممنوع تعبر، وظل هذا الوضع. وهذا حال المواطنين الحبايب ولا المريض ولا اللي هو تعبان ولا ما ادري شنو، يقف له ثلاث ساعات يلا يعبر. جسر الكونكريت اسباب تاخيره اولا هي الفيضانات، والعمل هسه حاليا مستمر به لا باس، العمل جيد جدا في انشاء جسر الكونكريتي. لكن الجسر الحديدي الذي احيل الى شركه قالوا بانها رصينه، لم نجد من رصانتها شيء لحد هذه اللحظه. الجسر مركون حاليا على اطراف النهر، وهي مؤامره بحد ذاتها على المزارع كما قلت، مزارع الاشوري. واقع تحولت معه الحياه الى جحيم بالنسبه لهؤلاء العابرين الذين يمكن ان يلقوا حتفهم جراء الانقلابات المتكرره بهذه العبارات التي باتت عنوانا للموت. بينما تكتفي الحكومة والأحزاب السياسية بفتح تحقيقات ووعود بإعادة الإعمار، لم يعد العراقيون يصدقونها أو يكترثون لها.